فالنهارده هبدأ بكب كيك قهوة. طيب احنا عندنا هنا انا جايبه صينيه كب كيك وحاطه فيها الورق اهي، مستعدين للموضوع كله. عباره عن ايه المقادير بقى معانا؟ هم كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، معلقه كبيره قهوه، مع معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه ملح، واتنين باكو فانيليا، ومعلقه الخل ما تنسيهاش. تمام، في الخلاط زي ما متعودين كوبايه اللبن، حط السائل الاول، كوبايه السكر، نص كوبايه الزيت، اتنين بيضه، بسم الله بسم الله، بيضه وبيضة، الحاجات دي برضو لذيذة جدا يعني، في كل مراحلها حلوة قوي، لو من غير صوص تنفع المدرسة، جميلة جدا وللشغل وكل حاجة. واتنين باكو فانيليا، معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة، حابة تزودي زودي بس ما تكتريش قوي، يعني اخرج معلقتين كبار ده في الاخر عشان ما يمررش منك. معلقة خل يا دوبك كده، نضرب حلو بقى. هناخد هنا كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، وأقلبهم مع بعض كده، وأروح جايبة اللي إيه؟ اللي في الخلاط. يبقى هنا عندي فيه إيه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. وهنا عندي إيه؟ عندي في الخلاط عندي كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية من الزيت، 2 بيضة، معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان، واتنين باكو فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله على الريحة، الريحة بتطلع عليك كده مش شغالة. هقول لك دلوقتي الصوص بقى عشان نعمله برضو، ولا خليه في الاخر؟ خليه في الاخر عشان ما يجمدش، خليه في الاخر. بس طبعا هو الصوص بتاعنا هنا انا جايبه حوالي 3 معالق كبار من السكر البودره، ممكن نكتر خليها اكتر من 3 معالق، ومعلقتين كاكاو ومعلقه قهوه، يعني معلقتين كاكاو ومعلقه قهوه، ممكن تحطي عليهم لغايه كوبايه سكر بودره، لغايه كوبايه، عشان في ناس بتحب الصوص كتير شويه. يعني انت عارفه ده حلو جدا يروح المدرسه معاهم الصبح مش محتاجه اي حاجه، يعني بص احنا 5 دقائق كنا عاملينه، عاملين كب كيك في 5 دقائق، ايه رايكم بقى؟ طبعا حبه ممكن تضيفي له اضافات ثانيه، يعني ممكن هتقولي قهوه مش خطيره على الاولاد او بلاش يشربوا قهوه، لا ده معلقه على كل الكميه دي، يعني شوفي معلقه كبيره هتقضي العيله كلها، هتاخد كل العيله كلها. طب ممكن ايه الاضافه اللي اضيفها لها كمان عشان تديني غذاء؟ ممكن تضيفي حاجات كتير جدا، ممكن تضيفي سمسم، ممكن تضيفي سوداني، ممكن تضيفي زبيب، كل ده ممكن، يعني انا ممكن الم لكم دلوقتي، احنا معانا وقتنا اهو، فممكن ناخد سمسم. ده طبعا انا بجيب الحاجه اللي بتغذي، يعني بتديني طاقه وبتديني غذاء، فالسمسم طبعا احنا عارفين من الحاجات المغذيه جدا. ممكن نجيب زبيب، ممكن نحشي شوكولاته، ممكن نحشي فول مايسيل. بصوا يعني والله يعني احنا اللي انت عايزاه كله اللي عندك المتوفر عندك هاتيه. الزبيب برضو من الحاجات الحلوه جدا، يعني السوداني مش بفضله كتير مع انه برضو حلو يعني، بس مش بفضله كتير. فاحنا ممكن مثلا نحط شويه سمسم كده ننوع، دي خصوصا بقى الاولاد اللي مش بيشربوا لبن وياخدوا الحاجات دي ومبسوطين منها قوي.
وممكن نحط زبيب. نحط كده. ممكن نص الورقة. وعايزة اقولك كمان دايما الاحسن ندهن الورقة دي بالزيت. الاحسن برضو فرشة كده تكون ايه قلبيها في عشان بيلزق كتير، بيلزق مش عارفة ليه. لازم احط كده. وممكن بقى اروح ايه اوريك دلوقتي هعملهم ازاي. معلقة في ارضية الايه كده، ونروح جايبة الشوكولاتة المبشورة، قطعة شوكولاتة، اي حاجة. تبقى في النص كده. تمام. واروح حط عليهم عجينة تاني. لان الشوكولاتة مش هينفع انا ادخلها الفرن، لا من تحت هتتحرق ومن فوق هتتحرق برضو. مثلا عايزين فور مايسيل دي ما تبقاش من تحت، تبقى من فوق. يعني بص كل حشوة ليها مكان معين لازم نعملها بيه علشان ما تبصش مننا او تبوظ لنا الكب كيك. هوزع بقى كل الباقي ده كده على كله، بس اظبط الاول اخر ثلاثة دول. تمام. ادي كده كب كيك القهوة فور مارسيل بقى. ممكن ايه اخر ثلاثة دول. على 180 درجة تقعد لها حوالي ممكن 20 دقيقة. شكرا. تعالوا نعمل الصوص. خلكوا شويه كده وشويه كده. سكر بودره حوالي كوبايه. ماشي. هنيجي بقى هنا معلقتين كاكاو ومعلقه قهوه سرعه الذوبان، وندوبهم في شويه ميه، ونحاول نقلل على قد ما نقدر الايه اللبن، قصدي نحاول نقلل على قد ما نقدر نقلل ايه او الميه عادي، المهم ندوبهم وخلاص. ندوب الايه كاكاو والقهوه، وهنزل بيها على كوبايه سكر بودره. صوص سهل خالص. شايفين الصوص بقى القهوة الحلو ده.